المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد خليل الحاج صالح، مسؤول المناصرة والعلاقات العامة في رابطة مسار من فرنسا. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خليل. بداية، أين قصد والتحالف الدولي من تباين أو من خفايا من تبيان وخفايا المجزرة، مجزرة البغيلية، وخاصة أنه ربما يكون مرتكبوها بين معتقلي عناصر التنظيم لديها؟ مرحبا وشكرا للاستضافة وشكرا لتسليط الضوء على هذا الحدث المؤلم بعد 7 سنوات. مجزرة البغيلية واحدة من الجرائم المنكرة اللي اقترفها التنظيم ضد سكان الحي. للأسف، جوابا على سؤالك، لليوم ما في أي طرف، لا النظام ولا التحالف الدولي ولا قسد، قدم أي شيء، لا على المستوى القانوني الحقوقي أو السياسي أو حتى الإعلامي، لكشف ملابسات هذه الجريمة، ناهيك عن محاسبة المنتهكين. نحن من بداية تأسيس الرابطة في العام 2019 أكدنا منذ البيان التأسيسي أنه التوجه الأساسي لازم يكون نحو التحقيق مع عناصر تنظيم داعش الموجودين سواء بمعتقلات التحالف الدولي أو قسد، من أجل كشف مصير المفقودين. كما ذكرتم بالتقرير، في عندنا بالبغيلية وحدها 129 شخص، هذول موثقين بالاسم، العدد اكبر من ذلك، لكن موثقين بالاسم حوالي 129 شخص، بينهم 14 طفل و10 نساء، والباقي اي 105 من الرجال. بالتاكيد المسؤوليه الاساسيه اليوم سيد خليل، يعني هل لتقادم حصول المجزره أثر سلبي على المحاسبة والمساءلة، وخاصة نحن الآن بعد 7 سنوات على حصولها؟ قد يكون له أثر سلبي للأسف. تعرفين، يعني عناصر التنظيم الموجودين على قيد الحياة اليوم هم أما بالمعتقلات أو لا زالوا طلقاء في التشكيلات العسكرية الموجودة بالبادية أو بالخلايا النائمة. بالتالي أي تلكؤ، أي تأخر في التحقيق ومحاولة الإمساك بخيوط أساسية لكشف مصير المفقودين، هذا يعرض أولا مصير المفقودين لأن يبقى مجهولا، كما أيضا يعرقل جهود المحاسبة. يعني سيد خليل، أنتم كتحالف مسير، ما هو دوركم في توثيق مجزرة حي البغيلية؟ مسار وليس مسير. عفوا، مسار. نعم، نحن دورنا، خلينا نقول نحن عدنا ثلاث أدوار متكاملة. الدور الأول هو مع الأسر، مع أهالي المختطفين والمفقودين على يد تنظيم داعش. الدور يتضمن التوثيق وأيضا محاولة جمع العائلات على رؤية واحدة لحتى تكون قادرة على حمل الملف، لأنه مثل ما حكينا بالبداية الملف ما له سند، للأسف يعني ما له سند سياسي من قوى الأمر الواقع اليوم، ما له سند. بالتالي مسؤولية حمل هالملف وبقائه وعدم اندثاره واندثار يعني آثار المفقودين هو مسؤولية العائلات، مسؤوليتنا نحن. يعني أنا مثل كل زملائي الموجودين بالرابطة، نحن أهالي مخطوفين ومفقودين. لذلك يعني لما يئسنا من قوى الأمر الواقع إلى آخره، قررنا أنه نحن نشيل الملف. هذا الدور الأول، إذن التوثيق ومحاولة حشد وتجميع الأهالي. الدور الثاني هو تنظيم قضية المفقودين في سوريا عامة والمعتقلين ضمن إطار قانوني وحقوقي واحد. وهالشيء نحن جزء من مجموعة الميثاق. نحن اليوم 10 روابط، كلها روابط ضحايا، ناجين،
أهالي معتقلين وأهالي مختطفين وأهالي مفقودين، كلياتنا عم نحاول نشكل مظلة وصلت قانونية وحقوقية لهذا الملف. وصلت الفكرة. عذرا على المقاطعة سيد خليل، لكن الوقت داهمنا. أشكرك جزيل الشكر سيد خليل الحاج صالح، مسؤول المناصرة والعلاقات العامة في رابطة مسار، كنت معنا من فرنسا.